زمان اتعلمنا انك انت لما تدخل بيت تشتغل فيه، ومثلا ركنت على الحيط فالهدوم بتاعتك جه عليها تراب، ما تطفتش التراب بتاع اللي جه على هدومك ده امام صاحب البيت، لان ده بيسيب في نفسه اثر من الحرق. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة الورشة، واللي هنتكلم فيه او في مجموعة فيديوهات على التوالي هنتكلم فيها عن التلاجة المنزلية، هيكون بمثابة دورة مفصلة ومبسطة لفني المبتدئ او للي عاوز يتعلم صيانة التلاجات المنزلية. بعد الانترو ان شاء الله نبدأ نتكلم في فيديو النهاردة. اهلا وسهلا بيكم، زي ما قلنا في المقدمة كده احنا هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن التلاجة المنزلية، وهنبدأ بالتفصيل من التلاجة الباب الواحد لحد ما نوصل للتلاجات الديجيتال الحديثة. مبدئيا التلاجة المنزلية العادية بتتكون من، او اللي هي الباب الواحد، بتتكون من 4 مكونات رئيسية. بتتكون من الضغط اللي بنسميه الموتور، وفي ناس بتسميه الكباس، وبتتكون من الشبكة اللي بنسميها المكثف، وبتتكون من أداة الانتشار اللي بتكون في شكل ماسورة شعرية أو ماسورة رفيعة جدا بتشوفها في ظهر التلاجة، وكمان المبخر اللي هو فريزر التلاجة. حد يقول لي استنى انت نسيت فيه الفلتر، ما انا عارف ان في ناس فاهمة. لا، الفلتر يا جماعة مش من الادوات الاساسية، او مش من الاجزاء الاساسية في التلاجة المنزلية. الفلتر من الاجزاء المساعدة واللي بتستخدم في تنقية وسيط التبريد من الشوائب. طيب تعالى كده نبص بسرعة على كل جزء لوحده ونعرف وظيفته ومكوناته ايه. اول حاجة عندنا قلب الدايرة اللي هو الضاغط بتاعنا او الموتور. موتور التلاجة بيكون عبارة عن جزئين، جزء كهربي وجزء ميكانيكي. الجزء الكهربي طبعا هو اللي بيتحكم في دوران الضغط من الداخل، وده بيكون عبارة عن ملف تقويم وملف تشغيل، وده مش موضوعنا اللي احنا هنتكلم في جزء في الدائرة الكهربية في فيديو تاني بإذن الله. اما عن الجزء الميكانيكي اللي يخصنا في الضغط، وهو ان الضغط بيتكون في خارج قدام عينيك 3 مواسير، ماسورة منهم بتستخدم في طرد وسيط التبريد، تمام كده، وماسورة بتستخدم في سحب وسيط التبريد، اما الماسورة الثالثة فدي بستخدمها في عملية الشحن والتفريغ. تمام، يبقى كده الضغط فيه تخارج منه 3 مواسير، ماسورة للطرد وماسورة للسحب وماسورة للشحن والتفريغ. دايما هتلاقي ماسورة الطرد في الضغط بتاع التلاجة أرفع من ماسورة السحب، ده بمجرد النظر. كمان لما تشغل الضغط وتحط إيدك هتلاحظ إن هي بتكبس هواء زيها زي المنفاخ بالظبط، فكده أنت حددت ماسورة الطرد. طيب الضغط وظيفته الأساسية بيعمل إيه؟ إحنا قلنا إنه زي القلب بتاع الإنسان. القلب بتاع الإنسان بيعمل إيه؟ بيسحب الدم من كل الجسم ويضخه تاني. الضغط بيعمل نفس الكلام، بيسحب وسيط التبريد اللي هو الفريون الموجود في الفريزر او المبخر، واللي بيكون ضغطه منخفض ودرجة حرارته منخفضة، ونعرف ليه ضغطه انخفض وليه درجة حرارته انخفضت في كمالة الفيديو ان شاء الله. الضغط ده بيعمل عمليتين يا جماعة، بيسحب وسيط التبريد وبيرفع ضغطه، وبيرفع كمان درجة حرارته، وبعدين بيطرده عن طريق خط الطرد اللي احنا اتكلمنا عنه، ويوديه للشبكة الموجودة خلف التلاجة واللي ليها أشكال كتير، ولكن احنا زي ما اتفقنا احنا بنتكلم بالتفصيل المستحب اللي هو ايه، مش هاخد معلومات زيادة عن اللي انا محتاجه. فبتروح وسيط التبريد للشبكة اللي بتشوفها في ظهر التلاجة دي، عبارة عن مواسير بتلف كده على شكل كيعان في ظهر التلاجة. المواسير دي لما بيمشي فيها وسيط التبريد بيمشي مسافة طويلة، هو جاي عبارة عن غاز سخن زي ما اتفقنا، لان الضغط رفع ضغطه ورفع درجة حرارته، وبالتالي الشبكة دي لما بيمشي فيها وسيط التبريد بيبدأ يبرد ويتحول من غاز سخن لسائل بارد. يعني كده وظيفة المكثف هي تحويل وسيط التبريد اللي هو الفريون من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، عن طريق إيه بقى؟ إنه تعرض للهواء اللي موجود في محيط التلاجة. عشان كده الفني دايما لما يجي لك البيت يقول لك ابعد التلاجة عن المحيط شوية، عشان العملية دي تتم بيسر وبسهولة. المكثف ده بيكون مصنوع من الحديد المطوع، من مواسير من الحديد المطوع، وعليها أسياخ من الحديد على شكل زعانف عشان توقف الهواء أطول فترة ممكنة على ظهر المكثف. الفريون ده لما تحول من غاز لسائل، هو فقد جزء كبير من حرارته الأساسية اللي هي بتاعته أصلا، اللي هو موجود بيها في طبيعته. تمام، طيب هيجيبها منين بقى؟ تعال نكمل الفيديو هتعرف. الحرارة اللي فقدها دي هيجيبها، بس هيجيبها ازاي؟ هقولك دلوقتي. بعد كده هيروح وسيط التبريد يمشي يروح للفلتر. الفلتر ده بيكون فيه
هو شكله كده عبارة عن انتفاخ من النحاس بيكون موجود فيه مصفتين، مصفة كبيرة ومصفة صغيرة، وفي النص فيه حاجة اسمها حبيبات سيليكا جيل، والمصفة الكبيرة لما بيعدي منها وسيلة التبريد لو فيه أي شوائب كبيرة بتوقفها وبتمنعها إنها تمر تكمل معانا في الدايرة. بعد كده بيعدي يمر على الحبيبات سيليكا جيل لو فيه أي رطوبة، لأن ده وظيفتها بتمتصها منه. بعدين بيروح للمصفى الصغيرة عشان لو فيه أي شوائب دقيقة تقف عند المصفى الصغيرة. طيب حد يقول لي ليه ما حطيناش المصفى الصغيرة قدامه رايح لدماغنا؟ كان ممكن يحصل بسهولة سدد في الدايرة. احنا كأشخاص حتى ممكن تقابل حد تقول أنا بقبل منه شوية عيوب مقابل إن فيه شوية مميزات، هو احنا كمان بنعمل كده، بنعدي الصغيرة ونوقف الكبيرة، لأن لو ما عملناش كده الدنيا تقف. كذلك لو ما عملناش كده في الدايرة بتاعتنا بتاع التلاجة الدنيا هتقف وهيحصل سدد. بعد كده بيمر رصيد التبريد ده للماسورة الشعرية اللي انت بتشوفها، الماسورة الرفيعة اللي في ظهر التلاجة واللي بتكون ممتدة من بعد الفلتر لحد بداية الفريزر بتاعنا، ودي ليها وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى إنها بتعمل عملية تعادل الضغوط، احنا قلنا ضغط المكثف عالي بفعل الضغط. أنا مش هينفع أمرر رصيد التبريد بنفس الضغط ده في المباخر عشان ما يمرش بسرعة ما بين الأكل وما يلحقش يعمل عملية تبادل حراري، فببدأ أعمل عملية تعادل الضغوط للضغط اللي أنا عاوزه في المبخر اللي هو الفريزر والضغط العالي اللي جاي من المكثف، تمام؟ كمان بتعمل وظيفة تانية، بتعمل على إدخال وسيط التبريد للمبخر على هيئة سائل مرزز عبارة عن رذاذ عبارة عن نقط عشان ينتشر أسرع في مواسير المبخر. نروح بقى للمبخر أو الفريزر التلاجة اللي أنت بتكون حاطط فيه المأكولات بتاعتك، واللي بيحصل فيه عملية عكسية للمكثف. يعني المكثف احنا قلنا انه بيحول وسيط التبريد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، لا في المبخر هو بيحول وسيط التبريد من الحالة السائلة للحالة الغازية. طب بيتحول ازاي؟ المفروض ان انا عشان احول في المكثف كان فيه هواء حوالين المكثف، وبالتالي وسيط التبريد بعد ما كان غاز سخن برد وتحول لسائل. طب ايه اللي هيرفع درجة حرارة وسيط التبريد في المبخر ويخليه يتحول لغاز تاني؟ زي ما احنا عارفين انت حاطط مأكولات جوه المبخر، واحنا اتفقنا ان وسيط التبريد ده فقد جزء كبير من حرارته فين؟ في المكثف، ولقى الضالة بتاعته دي موجودة اللي هي في المأكولات، فبيبدأ يسحب الحرارة اللي موجودة في المأكولات اللي انت حاططها عشان ترتفع درجة حرارته ويوصل لدرجة الحرارة الطبيعية بتاعته اللي هي بيتحول فيها لغاز، وانا استفدت ان الاكل بتاعي كمان وصل لدرجة من التبريد او وصل لدرجة البرودة اللي انا عاوزها، وبيرجع بعد كده وسيط التبريد عن طريق خط السحب يروح للضاغط بتاعنا مرة تانية عشان تتكرر العملية مرة تانية. عشان كده بنسميها دورة تبريد، لأنها دورة متكاملة ومتكررة. ده بالتفصيل الممل وبشرح مبسط جدا على قد ما قدرت، حاولت أبسط لك دورة التبريد اللي موجودة في الثلاجة المنزلية. الباب واحد، هيختلف شكل الفريزر لكن وظيفته واحدة، يختلف شكل الضغط لكن وظيفة واحدة، ولكن مش بيختلف المكثف، يختلف شكله ولكن الوظيفة واحدة اللي هو انه يبرد وسيط التبريد ويحوله من الحالة الغازية للحالة السائلة. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الدائرة الكهربية للتلاجة الباب الواحد، زي ما اتكلمنا النهاردة عن دورة التبريد في التلاجة الباب الواحد، ومع الفيديو هنشوف مجموعة من الصور التوضيحية المهمة. شكرا لكم على متابعتكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومفيد بإذن الله مع قناتكم قناة الورشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.